النعم احنا الناصريه وكفو. ما دام عندنا الزور تتلقى الرصاص ما نرتد. عادل عبد المهدي لازم يصير اول درس الكل قائد راح يجي يصير درس له. هذا مصيرك في مزبلة التاريخ. أمير المؤمنين يقول دولة الأرذال آفة الرجال. شوف شبابنا طبعا البوابة وشوفها ما ارتدينا ولا رجعنا. طاح ألف شاب عندنا وألف واحد أهل القلعة يسمونا فلان وفلان ونسمع منا أنا يقول أهل القلعة ما يحجون وأهل القلعة ما لا. إحنا أهل الثورة والتاريخ يشهد. تابع التاريخ الإنجليزي إحنا عندنا ألف تفاق. اليوم شبابنا يذبح. اليوم نباقة الفرحة. اليوم الورد الذبح. لكن والله ما نرتد لحد ما نشوف الطريق عدل سالم.